النهاردة كنت في السوق ولقيت الفاكهة الغريبة دي، فسألت الفاكهاني قال لي اسمها الباباز أو البابايا. تعال أقول لكم يا جماعة أنا جبتها بكام، وكمان زي ما حضراتكم شايفين شكلها عامل إزاي وطعمها كمان نفس طعم إيه، وهل تشتروها ولا لا. وكمان هقول لكم الفوائد بتاعتها كتيرة جدا 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 لينا كلنا. نبدأ على بركة الله الفيديو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا، تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل ما هو جديد. أول حاجة جماعة، البابايا أو الباباز دي طبعا فاكهة استوائية، وأنا أول مرة بصراحة أجربها النهاردة، وعايز أقول لكم طعمها جميل جدا، وأقول لكم كمان طعمها قريب من إيه. أول حاجة أنا اشتريت الثمرة دي بعشرة جنيه، حبيت ان انا اوزنها كده، لقيت وزنها 667 جرام، يعني في حدود كده كيلو الا ربع مثلا. زي ما حضراتكم شايفين لو شفتوها كده ممكن تقولوا ان هي شبه المانجا او شبه الاناناسة، ولكن يا جماعة هي طعمها سبحان الله بيجمع بين الاناناس والمانجا. وتعالوا بقى اقول لكم ازاي بناكلها وازاي بنقشرها، وكمان ازاي نبدأ ان احنا نستفاد بيها ونشوف الفوائد بتاعتها. اول حاجة يا جماعة احنا بنجيبها كده بنعملها زي الاناناسة بالظبط او الكنتالوب بالظبط، بنبدأ بالسكينة كده بشكل عمودي نقسمها نصين. الحاجات البيضة دي ممكن تاكلوها عادي، هي بذور صغيرة وممكن ما تاكلوهاش. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده احنا قسمناها نصين. عايز اقول لكم يا جماعة ان الثمرة الواحدة فيها الياف وكالسيوم وكمان مغنيسيوم وبوتاسيوم وزنك وفيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ألف وفيتامين اي وكمان فيتامين كاف. انتوا متخيلين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله كل دوت موجود في ثمرة الباباز او البابايا. وعايز اقول لكم كمان ان الفوائد بتاعتها كتيرة جدا، الوقاية من مرض الزهايمر، وكمان انواع من كمان تعزيز المناعة، وكمان الالتهابات، وكمان امراض القلب، وخفض السكر في الجسم، وتقويه الجهاز المناعي. يعني بسم الله تبارك الله، يعني الثمره الواحده بيكون فيها كل الفوائد، وكمان بيكون فيها كم الفيتامينات الكتير جدا 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 دي. وهي دلوقتي بقت متواجده عند الفكهانيه او عند المحلات الفكهانيه في مصر، وزي ما حضراتكم شفتوا كمان بتحمي من البشرة، وكمان بتخلي البشرة نضرة، وكمان بتساعد كمان على الحفاظ على النظر وتقوية العين. يعني سبحان الله فيه حاجات كتيرة جدا جدا حلوة. وطبعا زي اي فاكهة بيكون برضو بعض الناس بيبقى عندهم حساسية من الفاكهة دي، وممكن القشر ده يا جماعة تستخدموا تعملوه مربى، تحطوا عليه شوية سكر ويغلي كده ويبقى مربى البابايا. ما تنسوش تدوسوا لايك والسلام عليكم.